بعد تألقه في النسخة الأولى من البرنامج التلفزيوني ذا فيكتوريوس لقناة دبي والذي يصور المواهب الواعدة في كرة القدم. صراحة فرحان يعني بزاف، جاي لبلادي المغرب وجاي باللقب، يعني كنت نتسنى الفرصة هذه مش حال هذه. الحمد لله ربي وفقني، ومن جيت للمغرب يعني تندي هذا اللقب كامل جميع المغاربة كلهم والوالدة ديالي والأخوت كامل الحمد لله. هذا الفوز اللي جاب لي ولدي وفرحني وفرح المغرب العربي كله الحمد لله، اللهم لك الحمد، وكنتمنى ليه إن شاء الله مسيرة التوفيق. تألق يوسف ذي 19 ربيعا كان واضحا في إقصائيات ضمت آلاف المشاركين. الأسطورة دييغو مارادونا قائدا للجنة تحكيم أعضاؤها من كبار اللاعبين الدوليين السابقين ليتوج الوطني بطلا بشهادة الأبطال. ملي ديري بعد اللقب بين يعني احترف في الفريق ديال غنمشي ان شاء الله في ايطاليا، ونحاول يعني نفرض وجودي تما ان شاء الله ونبين لهم باللي نستحق نبقى فيه. اللاعب المغربي سيستفيد من دورة تدريبية لمدة اسبوعين في نادي جيفونتوس الايطالي، فضلا عن جائزة مالية قدرها 100,000 دولار.